اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك اختصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا محمد رسول الله، أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، ومحى به الظلمة، أنار الطريق، وأبان السبيل، وأقام الحجة، وتركنا على المحجة. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، عباد الله، فهذا الحديث الصحيح المتفق عليه من أعلى درجات الأحاديث النبوية صحة وسندا متصلا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا أتت القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتحقق فيها قول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص أشد الحرص على أن تتعظ الأمة، وعلى أن تأخذ الأمة العظة من السابقين، من الأمم السابقة. وهذه القصة التي قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استمعنا من شيخنا إبراهيم هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين لك أن الدنيا إنما قائمة على البلاء والامتحان والاختبار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. وكما قال ربنا تبارك وتعالى:
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فالدنيا امتحان واختبار وابتلاء أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أي لا يؤمر ولا ينهى فالله تعالى خلق العبادة وجعل لهم الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار امتحان وابتلاء واختبار والعاقبة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وكما قال تعالى فأما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقيل لا يضل في الآخرة ولا يشقى في الدنيا وقيل لا يضل في دينه ولا يشقى في دنيا من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والله تعالى يمتحن العباد بما شاء ويختبرهم وعلى المؤمن أن يتأكد وأن يوقن يقينا جازما في كل خطوة يخطوها امتحان واختبار وابتلاء فهؤلاء امتحنهم الله تعالى أولئك النفر امتحنهم الله تعالى بملك بعثه إليهم وربما امتحن الله تعالى العبد بحيوان بكلب أو بهر دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في فلات اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب فحمد الله ثم خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش فقال الرجل وهذا هو الامتحان والاختبار لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر وملأ خفه ماء وحمله بفيه أي عضه بفيه وتسلق البئر حتى خرج فسقى للكلب فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة قالوا وهل لنا في البهائم أجر يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم امرأة بغي من بني إسرائيل سقت كلبا بموقها فغفر الله ذنبها وأدخلها الجنة فالدنيا كلها امتحان واختبار والفائز الذي يشكر الله تعالى في كل أحواله ومع ربه في كل أموره وهذا لا يكون إلا للمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى هو ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم
حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث العظيم عباد الله من المواعظ والعبر ومن الدروس التي يستفيد منها المؤمن كما بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فذاك الملك الذي بعثه الله تعالى لما أعطى هذا الرجل ناقة عشراء أو أعطى ذاك بقرة حاملة أو أعطى الثالثة معزة وليدة دعا الله تعالى بالبركة، والبركة هي الأساس. ربما يرزق العبد الشيء الكثير والمال الوفير ولكن بلا بركة فيدخل عليه سحقا ومحقا والعياذ بالله، كما قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فكم من مال كثير يكون وبالا على صاحبه في الدنيا، يكون داء عضالا عليه ويكون وباء ووبالا عليه ويكون فتنة والعياذ بالله تعالى. ولكن إذا بارك الله تعالى في الشيء اليسير جعل الله فيه الخير الكثير. ومن دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني واخلف على كل غائبة لي منك بخير وأجرني من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. وهذه كلها متلازمات عباد الله. قنعني بما رزقتني، فإذا قنع العبد بما رزقه الله تعالى بارك الله له فيما أعطاه. إذا قنع العبد برزق الله أتته البركة من الله. وفي الأثر الإلهي يا ابن آدم لو رضيت بما قسمت لك لأملأن قلبك غنى، ولو لم ترض بما قسمت لك لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ولا ينالك إلا ما كتبت لك أو قسمت لك. وما قسم الله تعالى آت لكل إنسان، ولكن العبرة بما بارك الله عباد الله. وبمواظبة العبد على الطاعات تتنزل عليه البركات. ولذلك تأمل قول الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما دام حيا مصليا مزكيا حلت عليه البركة. فدائما المؤمن يسأل الله تعالى أن يبارك له ويتخذ أسباب البركة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، وبالدعاء والتضرع لله تعالى. ففي دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت. وفي تهنئة الزواج بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. وهكذا يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام كما استمعنا لما دعا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يطيل الله عمره ويكثر ماله ويبارك له فيه، فبلغ من العمر فوق 100 عام وأعطاه الله المال الكثير، وذلك ببركة من الله عز وجل الذي قيض له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة. فالبركة عباد الله إنما هي من الله سبحانه وتعالى. وفيه عباد الله أن شكر النعمة سبب لدوامها وعدم شكر النعمة سبب لزوالها. فالأول والثاني ما شكروا الله تعالى فتحول الحال ورجعوا إلى حالهم الأول. والقاعدة المضطردة ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك. فإذا أنعم الله تعالى على العبد بنعمة
أقره الله عليها وأقرها الله عليه ما دام شاكرا لربه تعالى. وكما أن نعم الله علينا لا يحصيها إلا الله، فشكر الله ينبغي أن لا يحصيه إلا الله. ومن شكر الله الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فاجعل عبد الله، اجعل شكر الله وحمد الله لا يحصيه إلا الله، كأن تقول: الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زينة عرشه، الحمد لله مدار كلماته. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم كن للمسلمين عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا. اللهم شد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا وأكرم نزلنا وابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا ووسع مدخلنا وأحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا وأحسن ختامنا وحسن حالنا وأحسن عاقبتنا ووسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن عمره ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.